وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة. مرة أخرى رجاء رمزي. شكرا سحر، شكرا أميرة. شاهدين أخبار درجات الحرارة نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الجوية. نبدأ هذه الوقفة بتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية الذين يتوقعون أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر اللطيف نهارا على القاهرة الكبرى وأيضا الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا وذلك على محافظات ومدن الجمهورية، بالطبع نبدأها بمحافظة القاهرة التي العظمى فيها تكون 20 من المتوقع، وأما الصغرى ف 13، اسكندرية 20، 14، مطروح 20، 16، بورسعيد 19، 12، أما الإسماعيلية يتوقع فيها أن تكون درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14، إلى السويس العظمى فيها 20، الصغرى 14، العريش 19، 12، طابة 16، 12، شرم الشيخ 20، 14، الغردقة العظمى فيها 21، الصغرى فيها 13، أما الأقصر العظمى فيها 22، الصغرى فيها 11، أسوان 23، 10، الوادي الجديد 23، 7، شلاتين 24، 15، أما حلايب فالعظمى فيها 21 والصغرى 14. الآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.